مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير، واهلا بكم الى نشرتنا الاخباريه لهذا اليوم، اقدمها لكم من تلفزيون رشاد وتشاهدون فيها: إدانة الحقوقي كمال الدين فخار بعام حبس نافذة، وستة نشطاء آخرين بستة أشهر نافذة بغردايا. شباب وادي سوف يستقبلون عبد الملك سلال بالاحتجاجات. وفي نشرتنا أيضا احتجاجات شعبية في حي حوش المخفي في بلدية ولاد هداج ببومرداس. وأخيرا الرئيس السوري يشيد بدعم النظام الجزائري له، والجبهة الإسلامية السورية تتحدث عن طيارين جزائريين يقاتلون في صفوف جيشه. إلى التفاصيل. قضت يوم أمس المحكمة الابتدائية بغردايا بإدانة كل من الحقوقي كمال الدين فخار بعقوبة عام حبس نافذة وستة أشهر حبس نافذة أخرى، وزعتها على ستة نشطاء آخرين، فيما برأت ثمانية نشطاء من بين الخمسة عشر ناشطا كانت النيابة قد تابعتهم بجملة من التهم، أبرزها تدنيس الراية الوطنية وإهانة هيئة نظامية وتخريب ممتلكات الغير، وهي التهم التي جاءت عقب الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهور في مدينة غردايا أثناء الاحتفال بعيد الزربية فيها. هذا وكان وكيل الجمهورية خلال مرافعته في هذه القضية قد التمس من المحكمة تسليط عقوبة خمسة سنوات سجنا ومائة ألف دينار كغرامة في حق جميع المتهمين. ومن جهة أخرى أظهر فيديو صوره مواطنون من مدينة القرارة ونشروه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أظهر عناصر من البوليس متلبسين بالسطو على المحلات التجارية وسرقة محتوياتها، وهذا خلال الأحداث التي عرفتها الأسبوع الماضي هذه المدينة، وهي الأحداث التي شهدت تجاوزات بالجملة تم اتهام عناصر البوليس بارتكابها في حق عدد من الموقوفين، وصلت حسب شهادات الضحايا إلى حد الاعتداء عليهم جنسيا وتعذيبهم في مقرات البوليس. الأمر الذي اضطر الجنرال الهامل إلى إفادة لجنة تحقيق لمدينة القرارة، خاصة بعد النداءات التي وجهها الحقوقي كمال الدين فخار للمجتمع الدولي للتدخل لوقف ما أسماه بممارسات الاضطهاد والعنصرية التي ارتكبتها وحدات البوليس في حق المزابيين. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الخبر ينضم إلينا من غردايا الحقوقي كمال الدين فخار. السيد فخار، مرحبا بك. أشكر قناة رشاد العصر على إتاحة هذه الفرصة. بداية، كيف استقبلتم منطوق هذا الحكم القاضي بسجنكم؟ يعني تفاجأت يعني مفاجأة كبرى، خاصة بعد المحاكمة عند 15، يعني لم يكن هناك أي دليل ولا أي اتهام مباشر ولا أي اتهام مباشر لأي أحد من المتهمين. يعني تفاجأنا منين خرج هذا الحكم في جنافذ، عام في جنافذ وستة أشهر في جنافذة للمتهمين الآخرين. يعني هذه محاكمة سياسية، أظن أن القاضي لم يكن ينطق، القاضي لم ينطق فيما في الأمر جاء من هيئة تنفيذية هي التي أعطت هذا الحكم، ولم يقم إلا بقراءة هذا الحكم. السيد فخار، كنت قد ناشدت المجتمع الدولي للتدخل لوقف ما تسميه بالعنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له المزابيين، فعلى ماذا تستند من دلائل لتوصيف الوضع في مدن غردايا بهذا الشكل؟ يعني شكرا، هذا سؤال مهم جدا. يعني هذه الممارسات قديمة ما في غردايا منذ منطقة النظام منذ الاستقلال، ولكن يعني باش تبدل ضغط جديد كاين إمكانية تسجيل، كاين إمكانية الاتصال بالفيسبوك والإنترنت والإعلام العالمي يتطور. هذا ما كان، يعني حاليا توجد هناك أفلام يعني وين نشاهد الشرطة في مع طائفة ضد النزابيين أو يعني توقيفات خاصة غير بالنزابيين أو يعني، وهذا خطير جدا، يعني اعتداءات بالضرب وبالتعذيب وباعتداءات جنسية، اغتصاب لرجال في يعني عن شهادات حية في مخافر الشرطة في القرارة. يعني ماذا نسمي هذا أكثر من أقل شيء نقوله العنصرية واجتهاد المزابين. يعني مازال ما شفناش تقتل واحد تعذبه، معليش كيفاش تختص براجل يعني موقوف يختص بشرطي يعني في سجن تحت أيدي يعني السلطة في مؤسسة رسمية، لماذا نسمي يعني هذا أخطر من الاجتهاد، يعني كارثة. وهل تلقيتم تجاوب حصل مع ندائكم هذا للمجتمع الدولي؟ نعم، يعني في هناك مراسلات، احنا كنا في انتظار عمل شدي يعني في لمتابعه المتسببين. هذه جرائم ضد الانسانيه، يعني كيف واحد يسمح لنفسه كشرطي مؤسسه رسميه يغتصب موقوف في سجن؟ يعني هذه ما مازال العقل ما يتقبلهاش، اي انسان لا يتقبل
صارت لأي إنسان في العالم ما نقبلوهاش، يعني مستحيل، يعني هذا شيء خطير جدا، يعني خطير جدا، لازم يعاقب ويتابع المسؤولين، لأن ما أظنش يعني شرطي يدير هكذا من راسه برك، لازم تعطى له أن فيبر باش يقدر يدير شيء هذا. يعني شفناه احنا في التسعينات وين كان الناس تموت في الرايس ولا في الرمكة، تروح تطلب إعانة من الجيش أو المسؤولين الأمنيين، يقول لك احنا ما عندناش أمر. ثم نفهموا اللي في بلد كما الجزائر مسؤول الأمني لا يقوم بشيء إلا عنده أمر وتصريح بذلك إيجابي أو سلبي. السيد فخار، هل تراهن على لجنة التحقيق التي أوفدها الجنرال الهامل لمدينة القرارة؟ لن ننتظر أبدا النتيجة من هذه يعني اللجنة، يعني احنا اللجنة رئيس كامل قتله قدام الناس، يعني رئيس بوضياف رحمه الله في عنابة، وحتى اليوم على بالناش يعني اللجنة. احنا نطلب اللجنة تكون من محايدة من الأمم المتحدة أو من منظمات حقوقية غير حكومية، والجزائر راهي عضو في الأمم المتحدة وعضو في المجلس حقوق الإنسان، وهذا لا يعتبر تدخل خارجي في الشؤون الجزائرية. مركي كيفاش يعني وقت الانتخابات نسمحوا مراقبين دوليين يجي يراقبوا الانتخابات، وعندما يكون هناك انتهاك وخرق لحقوق الانسان ونطلب نفس الهيئات تدخل، يعني ابواق السلطه وكل تنادي بها، هذا تدخل اجنبي. الحقوقي كمال الدين فخار، كنت معنا من غردايا، شكرا جزيلا لانضمامك الينا. استقبل شباب مدينة وادي سوف يوم أمس الوزير الأول عبد الملك سلال، استقبلوه بالاحتجاجات التي دفعت بوحدات البوليس إلى إقامة جدار بشري من عناصرها ومن مركباتها الآلية، وهذا لمنع الشباب الساخط من الوصول إلى الوزير الأول، الذي ورغم هذا الحصار الذي ضرب عليه من طرف وحدات البوليس إلا أن أصوات المحتجين كانت أقوى من ذلك، ووصلت إلى أسماعه الهتافات والشعارات المناهضة للنظام ولحكومته التي رددها الشباب، الذي ندد بالحجرة والفساد ونهب المال العام والقمع اليومي الذي يمارسه النظام وأجهزته من قضاء وبوليس في حق النشطاء الحقوقيين والنقابيين والعاطلين عن العمل. ومتابعة لهذا الخبر معنا السيد يوسف سعود من مدينة وادي سوف. السيد سعود، مرحبا بك. مرحبا بك بكم، مرحبا بكم. السيد سعود، هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث يوم أمس بمدينة وادي سوف؟ نعم، قلنا تعرض سلال الوزير الأول زيارة للواد، وقمنا بمدخلة أو قمنا باحتجاج على بمناسبة طرح انشغالاتنا بطلب بمقابلة الوزير الأول سلال، لكن الشرطة رفضت التدخل، وبالتالي قامت احتجاجات يتعرض موقف الوزير الأول، وقمنا بطرح انشغالاتنا عن شكل شعارات ومناهضة وأشكال كثيرة. السيد سعود، ما هي الشعارات التي رفعتموها خلال هذا الاحتجاج؟ من بينها أن الحكرة قائمة والعدالة نائمة، وأوقفوا نهب العقار، البنية التحتية، التشغيل تاع الشباب، مشاكل هذه وين أن البطالة، ما بطالة كثيرة في ولاية الواد. السيد يوسف سعود، عضو لجنة العاطلين عن العمل، كنت معنا من مدينة واد سوف، شكرا جزيلا لك. عرف حي حوش المخفي ببلدية ولاد هداج بولاية بومرداس عرف احتجاجات واسعة يوم أمس، ندد خلالها سكانه بوضعية حيهم الذي يقولون أن التنمية منعدمة فيه وتنقصه الكثير من المرافق الحيوية، من بينها غياب شبكة للتموين بالغاز الطبيعي واهتراء طرقاته، إضافة إلى حالة اللا أمن المتفشية في هذا الحي الذي منح سكانه للسلطات مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم، التي في حالة عدم التجاوب معها سيقطعون الطريق السريع الذي يمر بهذا الحي. السلام عليكم. كان احتجاج هذا في الحي المعروف بالحي بالحوش المخفي بلدية ولاية هداج، وكان السبب المباشر لهذا الاحتجاج هو تماطل البلدية في إعادة تعبيد الطريق الرئيسي في الحي، خاصة أن الطريق هذا عنده أكثر من عام وفي حالة هذه المهترئة، ولأقل ما يقال عنها أنها غير صالحة للسير، يعني لا بسيارات ولا حتى على الأقدام. كما يعاني الحي أيضا من عدم تزويد محرمانه من تزويد بالغاز، خاصة أن داخلين في فصل الشتاء والمنطقة معرضة للبرودة تاعها،
والغريب ان يحدث مثل هذا في دوله هي من اكبر 10 دول مصدره للغاز في العالم، كما يعاني ايضا الحي من عدم المرافق الصحيه ومن عدم الامن وانتشار واسع للسرقه والنهب في الحي هذا. والملاحظ يعني حتى المواطنين المحتجين كانوا يردوا بما يسموه بالحقرة أو التمييز أو العنصرية في تقسيم المشاريع، وتعجبوا أنه في عاصمة هيدقة تلقى أحياء هي أقرب إلى الأحياء الأوروبية وتلقى غير بعيد عنها أحياء يعني أشبه بأحياء أفقر الدول. يعني بعدها جاب رئيس البلدية وعدهم بحل مشاكل تاعهم، إلا أن وعود هذه ما قنعتش المواطنين المحتجين وعطوا لهم مهلة 5 أيام إلى أسبوع لحل المشكلة هذا. وفي حالة يعني عدم الوفاء بالوعود تاعو راهم مستعدين للتصعيد وغلق طريق سريع مجاور للحي هذا. قال حاكم سوريا بشار الأسد وفي مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الأجنبية، قال أن نظامه لا يزال يحظى بدعم العديد من الدول العربية ومن أبرزها الجزائر التي أثنى على موقف النظام فيها واصفا إياه بالموقف الجيد والأساسي. هذا وكانت الجزائر قد عرضت العديد من القرارات واللوائح التي كانت الجامعة العربية قد أصدرتها ضد النظام السوري الذي يخوض منذ سنتين حرب إبادة ضد شعبه، كما قامت بتسليم العديد من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية ورفضت لحد اليوم إغلاق السفارة السورية لديها رغم المطالبة الشعبية بذلك. وفي سياق متصل اتهمت الجبهة الإسلامية السورية التي تقاتل النظام السوري في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، اتهمت 17 تنظيما دوليا بالقتال إلى جانب جيش بشار الأسد، ومن بين هذه التنظيمات والدول ذكر البيان قيام كل من أنظمة مصر والجزائر وكوريا بتزويد النظام السوري ودعمه بفنيين وطيارين يقاتلون في صفوف جيشه. ونذكر بمرور 80 يوما منذ اعتقال المدون على شبكة التواصل الاجتماعي عبد الغني علوي وإيداعه على الحبس الاحتياطي بجملة من التهم أبرزها الإساءة عبر رسم كاريكاتيري لشخص رئيس الجمهورية والإشادة بالإرهاب. هذا وكانت منظمات حقوقية دولية من بينها أمنيستي انترناسيونال وهيومان رايتس ووتش قد طالبت من النظام الجزائري بالإفراج الفوري عن هذا المدون الذي لم يمارس سوى حقه في التعبير والرأي المكفول دستوريا. وقبل أن نفترق أترككم مع هذه اللوحات الكاريكاتورية التي اخترناها لكم اليوم، كما ألفت عنايتكم الكريمة أنه يمكن لكم التواصل معنا على العنوانين التاليين الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة التي تسهم في دعم واستمرار تلفزيون رشاد. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم، أتمنى لكم سهرة طيبة مع بقية برامجنا، وأترككم في رعاية الله.